هالسنة تغير كتير أشياء، صرت ألعب لحالي، اشتاق لأصحابي وللفرصة. قضيت وقت كتير مع أمي وبي، نعمل قصدورة يوم إيه يوم لا، ومن نص الصيفية صرنا نشق شبابيك البيت. هيك بيي بيقول بركي صار شي، وامي بطلت تضحك من عيونها. الناس صاروا يغطوا نص وجههم، مش معروف اذا مبسوطين او زعلانين، بس كانوا خايفين بالاول. وفي اشياء ما بتتغير، مثل بيت احلامي، وراح يجي نهار وعمره هون لو شو ما صار.